بكم إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الفقه حياة، حيث نمر على أسئلتكم المباركة ويجيب عليها ضيفنا الكريم إن شاء الله. ضيفنا في الاستوديو سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم سيدنا الكريم. إذن مشاهدنا الفاضل، بعد قليل إن شاء الله نعود إلى حضرتك لنستقبل سؤالك، اتصالك، مشاركتك من خلال الأرقام اللي راح تظهر في وقتها أسفل الشاشة بعد 13 دقيقة من الآن تقريبا. الآن لطفا سيدنا نبدأ مع الآية المباركة، أعوذ بالله، أو جزء من الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. غريبة هذه الآية في واقع الحال، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، أنتم على حال متضلعون باللغة العربية ويظهر عندكم اختصاص أيضا. نعم نعم سيد مرتضى. التواب على وزن فعال، وفعال يعني المبالغة في الشيء والزيادة في الشيء. مرة أقول أنه فاعل، فاعل يعني يفعل مرة واحد. لما أقول فعال، هذا الأخ فعال، يعني كثير الفعل. نعم، كثير الفعل. فقالوا أنه صيغة مبالغة، يعني كثرة الشيء. الله سبحانه وتعالى يحب التواب، يحب التواب يعني يحب من يتوب كثيرا. وقطعا لا يتوب كثيرا الإنسان إلا بعد أن يخطأ. نعم، يعني لا يتوب كثيرا إلا من يعصي كثيرا، وإلا الإنسان غير العاصي ما يتوب. التوبة ممن تكون؟ من الذنوب. من الذنب. فيذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب. رب العالمين يصرح وبالتأكيد، إن الله، إن من باب شنو؟ توكيد، توكيدية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوفوا جيد انصافا انصافا، هذه الآية فيها أمل عظيم تزرعها في نفس الإنسان العاصي، أمل كبير. أن يا أيها الإنسان العاصي، أيها الإنسان على حال التائب، اعلم أنه كلما عصيت وتبت وكلما زاد عصيانك، شوف هذه شوية صعبة الكلمة، كلما زاد عصيانك وزادت توبتك فالله يحبك. ما قالت الآية إن الله يقبل على حال توبة التائب، إن الله يأمركم بالتوبة، إن الله مثلا على حال يدعوكم إلى، أبدا. يحب، يحب الله، يحب، يحب الإنسان الكثير التوبة. سؤالي، كثير التوبة يعني كثير المعصية؟ يعني رب العالمين يحب كثير من يكثر من المعصية؟ لا، الله لا يحب من تكثر منه المعصية، الله يحب من تكثر منه التوبة. نعم، يعني الله يحب من يؤمل رحمته، هذا الله يحب من يؤمل مغفرته. الله لا يحب اليأس، الله لا يحب القانط، الله لا يحب المحبط، الله لا يحب من لا يؤمل منه الخير. الله يريد واحد يؤمل منه الخير. من الذي يؤمل منه الخير؟ من يجد مجالا للخير. أنا عند حسن ظن عبدي. أحسنتم، جزاك الله خير. فلذلك هذه الآية انصافا تعطي باب أو سعة أفق على أنه أيها الشباب، أيها المذنبون، توبوا إلى الله، وإن تعددت التوبة وتكررت فإن هذا أكثر حبا
وأكثر شوقا لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى عبده. فأيها الأحبة أيها الأصدقاء، قضينا ليالي القدر بالطاعة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بالطاعة والإحياء والذكر والمناجات والاستغفار. نعم قد تصدر من عندنا ذنوب، قد نقع في شرك الشيطان، وقد نقع في كمائن الإبليس، ولكن اعلموا أن سلاحنا المهم أن شنو؟ أن التوبة. التوبة. سيدنا بعض الناس المذنبين يقولون يعني خلص أنا حتى أستحي من الله أن أتوب مرة أخرى، وأنا تبت ورجعت عصيت، فربما هذه الآية هي العلاج اللي لهم. أحسنتم، يعني يقول أنت لا تقول سيدنا صارت لعبة أنا أتوب، عفوا أعصي وأتوب. الله يقول أنت ما يخصك، أنت بس خليك يمي، خليك يمي. يعني شوف رب العالمين بس يريد يجر عباده إلى اتجاهه، لا تصير ضمن معسكر الشيطان. هذا بس رب العالمين ما يريدك ضمن معسكر الشيطان. سؤال، الذين يكونوا في معسكر الشيطان شنو خصائصهم؟ أول خصائصهم شنو؟ اليأس من رحمة الله. أحسنت. لا يثقون بالله، أو لا يثقون أو لا يظنون ظنا حسنا بالله، ييأسون من رحمة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هذه عملية اليأس تصبعتكم، تعال وأنا أدري التو شنو، رب العالمين يدري الشاب شنو، هواجسه شنو، مشاكله شنو، يقدر الأمور. ولكن أعطي من نفسك أيها الأخ، أعطي من نفسك أن ترجع إلى الله، وكلما ترجع إلى الله رب العالمين يعزز فيك شنو أرضية التقوى أكثر من شاء. أحسنتم سيدنا، حضرتك أشرت لغويا إلى أن التواب يعني صيغة مبالغة، في حين عندما قال ويحب المتطهرين لا، خلاها اسم فاعل عادي من الفعل. أحسنتم، جزاكم الله خير. أحسنتم سيدنا الكريم، شكرا على يعني هذه لا فد نكتة حلوة أنا نعم أحبها، أنت أشرتها جت ببالي هسا. نعم سيدنا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، المتطهر مرة واحدة يتطهر، يعني لا وسوسته والوسواس ما أريده. الله ما يريد واحد يزيد في التطهر، كرسى أغسل، كرسى أغسل، كرسى أغسل، هذا شوف الله لا يحبه. الله يحب واحد يتطهر مرة واحدة، النجاسة تزول بالطهارة المرة واحدة، تزول بإزالة النجاسة. كثرة التطهير ليست من مما يحبها الله، وليست من دواعي التقوى، إنما هي شيطنة. كثرة التطهير شيطنة، أما كثرة التوبة تقصد كثرة التطهير سيدنا الوسواس في التطهير. بلي جاء أقول كثرة التطهير، بلي إيش كانت جاء واحد يقول سيطهر، هذا شنو هذا وسواس، هذا لو حسب تعبيرنا مخبل، مخبل هذا شنو كرسي تطهر شنو. واحد يقول سيدنا إيش يقول، أقول لأن الإنسان ثلاث ساعات في الحمام كرسي يغسل، بوي هو بول خمو هو لاصق ما أدري من هذا الأمير، هو البول يزول بمن بالماء خلاص. فإنسان لا ينبغي أن يتطهر بهذا النوع، أنه كثرة التطهر فإنه ليس صحيحا، وإنما يتطهر بالطريقة المتعارفة. وإنما التواب على حال الإنسان الكثير التوبة رب العالمين يحبه، ونعرف أنه كثير التوبة لا يكون إلا ما يصدر عنه المعصية. موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدنا. إذن مشاهدنا الكريم، على بركة الله نبدأ مع حضرتك في استقبال المشاركات والاتصالات، وأول المشتركين والمشتركات والمتصلين والمتصلات الأخت الكريمة أم عباس. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيد؟ حياك الله. أدي مجموعة من الأسئلة يعني. تفضلي. ممكن أسألها؟ تفضلي. السؤال الأول يقول يعني إذا واحد يسافر بعد الزوال يكون مخير بين الإفطار والصوم، لواجب عليه الصوم. واضح. وكذلك إذا العفو نزول الدواء مثلا أو يتمرض بعد الظهر يصير يفطر، لو يبقى صايم لازم أو ممسك. نعم. والسؤال الثاني يعني إذا واحد سافر بعد الزوال وهو ظل صايم، وثاني يوم رجع من هذاك المكان أو بقى هناك، يظل صايم أو يفطر؟ هو مخير لو شنو يعني بالضبط؟ تمام. والسؤال الثالث سيد، أنا خابرت أكثر من قناة، يعني تقريبا قناتين ومن ألفين كربلة، يعني أريد أسأل عن المعوذتين.
يقولون مو صحيحة بالصلاة إنه واحد يقرأها، وواحد جاوبني يصير وواحد جاوبني ما يصير يعني، فأنا ظليت متحيرة مرات أغلط وأقرأها خلال الصلاة، فما أدري يصير حرام حلال مستحيل ما أعرف. إن شاء الله تسمعيها بعد أختي. مشكور تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا أختنا الكريمة. سؤالين مرتبطات سيدنا بالسفر بعد الزوال، وسؤال مرتبط بالقراءة بعد الفاتحة قراءة المعوذتين. أم علي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله أختي، حياكم الله. أقدر أتواصل بالسهل؟ نعم. السلام عليكم سيد. اسمعكم السيد بس علينا صوتك خيكون أوضح لطفا أختي، عليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد يعني مشكلتي أنا وزوجي. نعم. أقدر أحكي لها؟ تفضلي تفضلي. إذا بيها إحراج وحرجية وشدة حرج لا يعني. لا لا. تفضلي تفضلي. سيد أنا صار لي 15 سنة صايم. العشرة متزوجة. سيد رجلي يعني من يجي كل ما جاله يعمل الأسوأ والله العظيم، وأنا عنده جهاز يعني شو سوى بهاي الحالة؟ إنسان عاصي تعاطي ما يعرف الله يأذيني، وأنا حتى وصلت في مرحلة والله العظيم أدعي الله أقول له إذا ما وصل حتى هاي ال 15 سنة أصلا أمان يعني كلش تعبت والله كلش تعبت يعني حتى يتعاطى شغلات مو زينة يعني خاف. أختي أم علي عندكم أبناء؟ إيه علي. علي بس علي لو عندكم غيره؟ إيه عندي بنات. زين الأبناء طالعين على أبوهم لو لا الحمد لله لازمين طريق العبادة الحمد والتزم. لله إنسانة أنا ملتزمة صلاة صوم عبادة ومعلقهم على هذا الشيء الحمد لله رب الشكر. تمام رسالتك عظيمة. بس أنا يا يعني والله العظيم يا يعني أدعي الله عز وجل أنا مشهور أنا حلم ظلمت من كل النوافذ ما عندي أحد غير بس الله والله بس رحمة الله ما عندي. إن شاء الله تسمعين الجواب يعني. يا أختي يا أم علي والله يعينكم الله يعينكم ويصبركم إن شاء الله تسمعين الجواب وتعليمك ونصيحة يعني سماحة السيد إن شاء الله. تحياتنا يا أم علي وشكرا جزيلا وكان الله في عونكم صراحة يعني أمر جسيم الله يعينكم يا أختي الكريمة. عندنا اتصال من منو؟ أبو علي تفضلي أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله. حياكم الله يا أهلا وسهلا. من تجب علي زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة شبيها؟ من تجب علي مثلا وعلى 250 مثلا مرعاة وعلى 250 موظف من تجب علي زكاة الفطرة؟ من تجب عليه زكاة الفطرة؟ الله والديك عزيزة أنت. تمام شكرا جزيلا أخي أبو علي تسمع الإجابة إن شاء الله على سؤالك. لا بأس سيدهم بالتذكير بقيمة زكاة الفطرة إن شاء الله هذا اليوم. أم فلاح أختي الكريمة تفضلي. تفضلي رحمة الله والديك. حياكم الله والديك أختي. قال لك أنا سيد مولاي أنا سيد لبنان تعب يعني يعني مثل الخدامة مثل الخدامة. صوت مو واضح أم فلاح من كل اتصالك فهمت بس مثل الخدامة. أو ملابس عليه مثل متوسط يعني أنا صوت كل شيء ما فهمنا. تحياتنا الأخت أم فلاح وإن شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية ويكون اتصالها أوضح. سمعتوا شيء سيدنا واضح؟ لا للأسف. إن شاء الله تسمعين أو تتصلين مرة ثانية أختي أم فلاح ونسمع سؤالك بشكل أوضح بإذن الله تعالى. اسمع رسالة تفضلوا. السلام عليكم سيد. سيد أنا عندي سؤال. سيد أنا أقرأ القرآن في شهر رمضان أقرأ بنية التعلم يعني أنا ما أضبط كلماتي أقرأ بنية التعلم هل يصح لي ذلك؟ هل صيامي مقبول وصحيح؟ يعني أكو كلمات صعبة ما أقدر أقرأها وأني ربة بيت وأقرأ يعني على قدي يعني قرايتي يعني قراية عادية يعني شي تقول خاف يفطرين أو ما قرايتك مو صحيحة يعني قراية حسب اللي أعرفها هل يصح لي ذلك وهل صيامي مقبول
والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا أختي الكريمة، شكرا جزيلا. أم فلاح، أختي عودة الاتصال، تفضلي. تسمعني؟ هسا أسمعك أوضح، تفضلي أم فلاح. مشكور أي السلام. أنا في ناقة قلبت علي مسائب قبلي وعد المعين في الله أنا مطل قدام أنا يعني الشغل يسنون في هذا. مع الأسف يا أم فلاح الصوت مو واضح، اعتذارنا الشديد لحضرتك. أم حسين تفضلي. ألو، السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم. أنا عندي سؤال. تفضلي. قبل لا يأذن دقيقة أنا شربت حباية السكر والضغط والمنظم وقالوا لي بعد وقت شربت طلعت وخلصت لقيت يأذن. شنو هسه هاي الحكمة؟ أذن ورا ما خلصت علاجك أم حسين؟ أنا جاء شربت وخلصت طلعت سمعت الله أكبر يأذن لقيت. تمام. السؤال الثاني أختي. السؤال الثاني الجسم الصلاة مع السيدة وملاتي الزهراء، يقول السيدة استغاثة وصليت ركعتين والنوبة الجسم دنقين على التربون السبحين تقولين 100 مرة زي أقال عليكين شنو ركعتين هذني مثل أول أصليهم يا الله يا الله أدنقنا وعتر بوا أقول سيدي يا سيدتي يا مولاتي يا زهر عليتيني يا خلصنا من يوم. تمام، تسمعين يقول ابني يقول ابني يقول ما يصير تصلين أصلي صلاة للسيدة زينب السيدة الزهرة عليه السلام إن شاء الله تسمعين الجواب. صار سؤال واضح. وتعالى نعم أصلي لوجه الله وتعالى وهدي سيدته مولاي فاطمة الزهرة قربا لله. هاي صحيح؟ تسمعين الجواب ان شاء الله يا ام حسين، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا. السؤال الاول كان عن شربة العلاج مالتها قبل الاذان او مباشرة بعد الاذان، يعني بعد العلاج اذن. السؤال الثاني مرتبط بهذه الصلاة المستحبة. ام علي صح ويانا؟ نعم اخي. تفضلي اختي الكريمة. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا متزوجة وقاعدة ويا عيالي صار لي تقريبا 23 سنة. نعم. سيد أنا عندي عمتي كبيرة، ما أقول لك مو كبيرة، بس عمتي نص ما صوت التلفزيون اليوم إن احترام بالبيت. نص صوت التلفزيون دوم دوم يعني ها ماشي ماشي. دوم تغلط علينا، دوم تصيح علينا، دوم تهين دائما. أنا زوجي كبير يعني بالعمر مو تقول صغير، وخادم أمير المؤمنين عليه السلام، بس سيد يعني ما خلت لنا فد يوم احترام. دائما يحكي والثانية هذا بيت يطلعوا إهانة تهين إهانة الرجلي قدام أحفاده قدام أبطاله قدام الرايح والجاي. حكينا وياها وهو خدوم لحد هذا العمر خدوم وياها، ويقول لها ما يخالف أمي، ويدفل تدفل علي تغلط علي تغلط علي قدام تفشر مرات بدون تفصيلات أشياء يعني سيد ما أقدر ألفظها بأشياء. تمام تمام صار واضح الأطار. صار واضح أختي أم علي. يعني هسه شنو الحل سيد إذا ممكن نفد علينا؟ إن شاء الله تسمعي نقدر يعني يصير نطلع عنها يقولون حرام. زين سؤال أم علي، هي الآن نعم. ممكن تشوف البرنامج لو لا؟ هي حتى لا تشوفه ما عندها مال السيد لو هاي ما عندها سؤالك ما تدور ما تؤمن. لا إله إلا الله. تمام، النصيحة راح تكون لحضرتك إن شاء الله تسمعيها من السيد أختي الكريمة يا أم علي، تحياتنا وشكرا جزيلا لك. الله يعينها الأخت الكريمة أم علي. أبو سجاد ويانا، تفضل يا أبو سجاد. ألو. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سيدنا بخصوص زكاة الفطرة. نعم. يصير أنطيها ورا رمضان لو شرب قبله. زكاة الفطرة لو تقصد الفدية مال الصيام لو شنو؟ زكاة الفطرة. زكاة الفطرة. نعم.
رحم الله والديك، اقول لك من الله. تمام، شكرا جزيلا. ضروري تسمع الاجابه يا اخي ابو سجاد، لانه شوي صار عندك لبس بالمعلومه، ضروري تسمع الاجابه ان شاء الله. تحياتي لك وشكرا جزيلا. ام فلاح للمره الثالثه عاودت الاتصال، ان شاء الله المره يضبط الموضوع. تفضل يا ام فلاح. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. انا ام زوجي من شهر الجبل عندي المنزل، قلت لها بنايم قلت لي بيتها نايمه الصفوه وجوزها انه قلت منين تدري؟ ذاك الوقت اللي كانت تعبه ولا كلي في هاي بول ما ادري بروحي. هسه استفرقت يدي السيد لو 12 مليون زوج لا يبريش الزمه، هو لا يرضى يبريها للذمه ولا خذت 12 مليون. تحياتنا أختي الكريمة أم فلاح، شكرا جزيلا لحضرتك. متواصلين وياك مشاهدنا الكريم في استقبال المشاركات والأسئلة والملاحظات المداخلات الاستنصاح الاسترشاد. عندنا اتصال من أبو علي، تفضل يا أبو علي. أنا في المقبول إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله، حياك الله. بالنسبة لقراءة القرآن، أي بس علي لي صوتك في دوام. قراءة القرآن بالنسبة لنية التعلم، نعم، اكو اغلاط بإشكال شرعي او لا؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، احنا بالنسبه لنا عمل نطلع ونأجر سياره، هو بالسياره من يجتاز كذا وهاي يظل يسب العالم بالسواق وهاي، فاحنا نقول له حرام، هو يزيد بالمسبه مال العالم، فاحنا علينا اشكال شرعي ولا؟ نعم اي والله. انا رحم الله. تحياتنا لك وشكرا جزيلا اخي الكريم. اكو هاي ناس يجي سيدنا لما تنصحه فعلا يزداد يعني بالاساءه يعني. عندنا اتصال من من؟ أم جود، أختي الكريمة تفضلي. تفضلي أختي أم جود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي يا سيد رشيد؟ تفضلي، يسمعكم السيد. مرحبا سيد. حياك الله. بلا زحمة، أنا عندي مستوية عملية ربط لأن حامل. نعم. والصلاة صعبة علي أقوم وأبعد، فأصلي على الطاولة. واقعد على الشوربايه فما بيها فد اشكال. نعم، ان شاء الله تسمعين الجواب. عندي سؤال اخر اختي الكريمه. لا عشتي لك، رحم الله والديك. حياتنا لحضرتك وتقومون بالسلامه ان شاء الله. شكرا للاختي الكريمه ام جود على اتصالها. بعدنا نستقبل المشاركات، عندنا فسحه من الوقت اليوم ما شاء الله. ولا تزال المشاركات تصلنا وتريدنا من خلال ارقام الظاهره اسفل الشاشه ان شاء الله. عندنا اتصال من الاخت فاطمه. اختي تفضلي. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بلعت احنا عندي سؤال. تفضلي. بخصوص علاج والدتي. بخصوص شنو؟ بخصوص العلاج مع والدتي. العلاج والدتي. علاج والدتش، نعم. اي نعم. والدتي عندها خلل في الرئة. صار عن تقريبا 5 سنة. نعم. بلعتها بتصرخ في السبتولة مع الصوت. تدخل عن طريق البلاعين من طريق الفم والقصبة الهوائية. فسألت انه حاليا برمضان شي قالوا لي عادي ما بي اي اشكال، وشي قالوا لي اكو اشكال. بس عندي لي هو علاجها شلون طريقته؟ كبسوله صغيره فيها ماده مطحونه. كبسوله صغيره عندها الجهاز، تاخذها عن طريق الفم تدخل للرئه. واضح، طريق الفم للرئه. اي هاي. فبيهم قالوا لي انه في اشكال، بيهم قالوا لي عادي. ان شاء الله الله يمن عليها بالسلامه والعافيه. وتسمعين الاجابه اختي الكريمه فاطمه من سماحه السيد بعد قليل باذن الله تعالى. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. الله يمن على مرضى المسلمين والمسلمات جميعا ان شاء الله بالسلامه والشفاء والعافيه ان شاء الله تعالى. تطبيق المجيب دائما نذكر فيه لانه فيه فائده ونفع كبير للمشاهد الكريم. تطبيق المجيب ما تحتاج حتى تكتب اسمه على السوق وتنزله، مجرد ان تفتح الكاميرا على الكود الموجود اسفل يمين الشاشه وبامكانك ان تنزل هذا التطبيق، تطبيق نافع جدا. طيب نكمل وياكم مشاهدنا الكريم. عندنا اتصال لو رساله صوتيه لو شنو؟ اتصال من من؟ تفضلي اختي. قدنا الاتصال، تحياتنا لها الأخت الكريمة وإن شاء الله تعاود الاتصال مرة ثانية. نروح إلى رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا، شوكم سيدنا. السلام. تقدمت على ابني البغداد وأنا من كربلاء. سيدنا، من قدمنا الأم البنية رفضة الزواج، تقول ما طبتي الخارج منطقة، يعني خارج بغداد.
سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوج من ترضون دينه وخلقه. صحيح. جينا بعد ننتظر مالكم الجواب إن شاء الله. تحياتنا أخي الكريم وشكرا جزيلا إن شاء الله، والله يعوضك يا أخي الكريم، تحياتي لك وإن شاء الله تسمع حضرتك ويسمعون أيضا العائلة المرتبطة بهذا الأمر. نأخذ آخر رسالة صوتية. السلام عليكم مولانا، أيمن من البصرة. أنا من محافظة البصرة، دوامي يعني المكتب الرئيسي يبعد عن مقر سكني حوالي 80 كيلو، وأداوم لمدة شهر ونصف وأنزل لمدة 3 أسابيع. لكن في هذه الشهر ونصف أنا ما أبقى بالمكتب الرئيسي، فأذهب إلى مواقع العمل. مواقع العمل تبعد عن المكتب الرئيسي حوالي 50 كيلو أو أكثر من 50 كيلو. فما حكم صلاتي في موقع العمل المكتب الرئيسي وما حكم صلاتي في هذه مواقع العمل؟ مع العلم أني ما عندي بالشهر 10 سفرات، يعني أقل من 10 سفرات تصل إلى 5 أو 6 سفرات بالشهر. فما حكم صلاتي وما حكم صلاتي في حال مثلا ذهبت إلى الزيارة أو غير مكان غير العمل؟ شكرا لكم. شكرا لك أخي الكريم. أخ شوية تداخل بسؤال سيدنا وتعقيد لو الأمور واضحة. لا واضحة، بس عموما ما قال كم سنة شغلة، ما قال كم سنة. نعم صحيح، نفصل القول بها إن شاء الله سيدنا. على بركة الله نبدأ بالإجابة على الأسئلة. عندنا سؤال أجل سيدنا من الحلقة السابقة اللي هو الأخ حسين، دوامه في محافظة وسكنه بمحافظة ثانية، يومين يداوم في قبال 6 أيام يرجع. فهو يسأل عن الصلاة والصوم، 12 سنة هو صلى على هذا العمل سيد. في الواقع قلنا احنا يعني نحتمل المقرية، نعم، أن يكون مكان عمل مقر ولو ليس كثير سفر. نعم، ووعدنا أنه نراجع الجدول. نعم، في الجدول تبين على أنه هو مقر. نعم. يعني عنده بالشهر تقريبا 7 إلى 8 سفرات، يعني 7 إلى 8 أيام هو مسافر. نعم، ولمدة طويلة فيكون مقرا. طيب سيدنا نبدأ بالإجابة على أسئلة اليوم. الأخت أم عباس يعني سألت عن اللي يسافر بعد الزوال، هل هو مخير بين الصوم وبين الإفطار؟ لا، السفر بعد الزوال لا يخل بالصوم، يعني لا يضر بالصوم، فيجب على من يسافر بعد الأذان الظهر أن يبقى على صيامه ولا يحق له الإفطار، مو أنه مخير بكيفه، لا مو بكيفه، وإنما يبقى على صيامه. أيضا نفس الأخت سألت عن اللي يعني إذا جاءت الدورة بعد الزوال أيضا، أو اللي صار عنده مرض معين يوجب الإفطار بعد الزوال، أي عارض يعرض للصائم بعد الزوال يمنع من الصيام فيجوز له الإفطار. يعني نزلت الدورة قبل الأذان المغرب نص ساعة، نعم، صومها بطل، انتهى صومها بطل. ليش؟ من شروط صحة الصوم أن لا تكون حائض، فقد نزل عليه الحيض فصومها يبطل وتقضي فقط. وكذلك إذا واحد لا سمح الله صار عنده عليه حال إغماء، والإغماء على حال زوال العقل فيوجب بطلان الصوم. وإذا صار مريض نفس الكلام. يعني عروض الموانع وعروض يعني انتفاء شروط صحة الصوم في أي وقت من النهار سواء قبل الزوال بعد الزوال يبطل الصوم. طيب سيدنا، نفس الأخت أيضا سألت عن شخص سافر بعد الزوال وظل صايم وبات ثاني يوم يصوم لو لا، بس هي ما قالت ايش قد ناوي يظل، يعني حسب الظاهر يوم واحد. شوف هي اختي الكريمه، من انسان يسافر بعد الظهر يبقى على صيام ويروح الى اي مكان يريد يروح، ولكن اذا بقى اليوم الثاني نسأل أنت شنو ناوي إقامة 10 أيام لو شلون؟ يقول لا ما ناوي إقامة 10 أيام، ما يصير الصوم. يقول لا عندني أرجع لبيتي قبل الظهر أوصل إلى بيتي. يقول له أمسك إمساك بنية الإمساك وتسافر إلى أهلك، ترجع لبيتك من توصل إلى نفس المدينة اللي أنت بيها، مو حوالي المدينة، لا نفس المدينة، تجدد النية وتبقى صائم. أما لا تبقى بالسفر، تبقى بالسفر يقول لا أنا ما أدري 10 أيام وما أريد شنو، ما أريد أن أرجع لبيتي وأريد أبقى صائم، يقول لا أنت مسافر.
طيب ماذا عن قراءة أيضا نفس الأخت عن قراءة سورة الفلق وسورة الناس في الصلاة؟ في الركعة الأولى والثانية لكل صلاة في الركعة الأولى والثانية لكل صلاة يجوز الإنسان أن يصلي أن يقرأ أي سورة من سور القرآن طوال وقصار إلا سور العزائم. سور العزائم فيها سجدة واجبة فما يصير يقرأها. أما كل السور جائز قراءتها، وسورة الفلق وسورة الناس نعم يجوز قراءتهما في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو أي ركعة من ركعات الصلاة الأوليتين، ما في مشكلة. نعم، هل يشترط أنه الشخص إذا قرأ سورة الفلق لازم يعقبها بسورة الناس مباشرة في نفس الركعة؟ ليست من السور حسب تعبيرنا القرآنية. نعم. يعني هناك بعض السور أنه لازم تقرأ واحدة ورا الثانية، وما يحتاج أن نفتح هذا الموضوع للناس حتى. نعم. فتقرأ سورة كاملة كافية ولا تحتاج إلى أن على حال تشكك على أن سورة الناس أقدر أقرأ، بل أقرأ جيد. أعوذ بالله، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا كل ما تقروه أحسن، حتى الوسواس الخناس والوسوسة اللي الآن كثير من الناس مبتلون بها على حال الله سبحانه وتعالى يبعدهم عنها. الأخت أم علي سيدنا، هو مو سؤال بقدر ما هو استنصاح، تطلب من حضرتك نصيحة. يعني مشكلتها ويا زوجها، صار لها 15 سنة متزوجة، نقول زوجي عاصي، يؤذيني، يتعاطى مخدرات أو شيء آخر ما أعرف، قالت يتعاطى، كلمة يتعاطى، فتقول مرات أدعي الله تعالى بشيء من العتب، فشو نصيحتكم إلها سيدنا؟ شوفي أختي الكريمة، إحنا نسمعك إلك يعني، وما سمعنا زوجك، هو إلى حق أن يدافع عن نفسه أو أنه يقر أنه اللي تقوله زوجتي صحيح، أو يقول لا زوجتي تبالغ، إحنا ما سامعين وما نقدر نحكم على زوجك يعني مو خوش آدمي. بس أنا عندي حكاية وياك يعني معاك، وهذا الكلام معاك مو يعني بالنسبة لك ليس له حسب تعبيرنا ليس له أثر، هذا الكلام اللي أتكلمه راح يكون مؤثر للي ما متزوجين أمام الزوجات. أقول يا أخواتي وإخواني اللي ما متزوجين تردون تتزوجون، اسمعوا قصص هؤلاء، اسمعوا قصص هؤلاء، من تتصل وتبكي وأنه أنا ما مرتاحة وزوجي يأذيني ويهيني وما يعطي حقي وكذا، هذا كله يرجع إلى سوء الاختيار. إلى إيش؟ سوء الاختيار. يعني يوم اللي إجا طلب إيدك شلون قبلتي بي وهو بهالوضعيه هذه؟ انسان ما عنده اخلاق، ما عنده دين، ما مثل ما تتصفين اخوان، ما نعرف احنا، اتجي تصفينا مو خوش انسان، ما عنده انسانيه، يهين، يضرب كذا. فمشكلتنا الاساسيه في العلاقه الزوجيه هو عدم التحقق وعدم التريث في القبول راسا. يلا ابن عمها، خلاص ابن عمها، يلا بابا ابن عمه يمكن ما منسجمه معه، وان هذا عنده دكتوراه، خلاص دكتوراه اخيها دكتوراه، قد يكون عنده دكتوراه بس 100 سلبيه عنده اخرى. فيا اختي انا لا الومك ولا ادري على حال سبب الزواج، ولكن اقول خلي يكون في بالكم ان اختيار الزوج واختيار الزوجه من اهم القرارات في حياه الانسان، من اهم القرارات بعد على حال بعد على حال الإسلام والانتماء إلى الدين والمذهب. أنا شون أدخل في علاقة زوجية مع رجل أنا لا سأل عنه ولا أعرفه ولا محقق عنه؟ فأرجوكم خلي تكون هاي المسائل اللي تطرح فيه البرنامج تكون دعوة لكل واحد يتزوج أن شوية حسب تعبيرنا يتأنى. العلاقات ترى مو أساس الارتباطات وهذه حسب تعبيرنا العلاقات البينية، ترى مو كثير منها هي حسب تعبيرنا شنو سموها أنتو؟ زائفة سيدنا، تمثيل. أنا أحبك وأموت عليك وكذا، مولانا أول ليلتين ثلاثة، وإذا كم من الرسائل تجيني كانوا واحد يقتل نفسه على الثاني، واحد يموت على الثاني، 6 أشهر ما طولت حياته بزوجي.
فأقول شوية أنه، والأخت الكريمة أقول ليس لك إلا أن تصبر واقعا، أو ترفعي أمرك الحاكم الشرعي، تروحين الحاكم الشرعي السلام عليكم أنا زوجي هذيني ما أريد أعيش وياه، بس قولي أنا عندي أهل عندي أولاد عندي أطفال، الأولاد صالحين سيدة، شنو اللي أسوي؟ فأنت على حال تحمل مسؤوليتك في تربية أولادك، احتسبي أمرك إلى الله سبحانه. الأخ أبو علي يسأل عن زكاة الفطر على من تجب سيد؟ تجب زكاة الفطر على الغني اللي عنده، يعني من هو الغني؟ الغني اللي عنده مؤونة سنته، يعني اللي عنده ميزانية سنة كاملة. تقول سيدة من عنده ميزانية سنة كاملة؟ أقول ميزانية سنة كاملة بالقوة مو بالفعل، يعني أنا كموظف كل شهر راح تجيني رواتبي، ورواتبي هاي أقدر أمشي بيها، يعني فأنا عندي ميزانية سنتي. فمن كانت عنده مصروفات سنة الكاملة ولو بالتدريج فهذا غني. حتى الكاسب سيدة مو بس بني الكاسب، الموظف، المعلم، العطار، الكذا كلهم، فيجب عليهم زكاة الفطر. وإن يكونوا مسلمين بلا أشكال وعقلاء وبالغين هذه شروط عامة. أما الفقير اللي ما عنده لا قوت سنة عنده، يعني ما عنده ميزانية سنة ولو بالتدريج، وأنا سيدنا عايش على الصدقات عايش، هذا ما عليه زكاة الفطر وإنما يستقبل زكاة الفطر. عندنا سؤال سيدنا تكرر كثيرا اللي هو قراءة القرآن بنية التعلم، هل يصح ذلك؟ قلنا نعم يجوز ذلك من أول رمضان، نقول أنه قراءة القرآن بنية التعلم أو بنية الحكاية، حكاية كلام الله لا أشكال فيه. طيب الأخت أم حسين أخذت علاجها، تقول بمجرد أن خلصت العلاج اللي أخذته سمعت أذن أذان الصبح. يعني في الواقع هي أخذت العلاج بعد ما قال إمساك. نعم. وقضية الإمساك هل 10 دقائق؟ هي قضية مقدمة يسموها مقدمة عقلية، مقدمة عقلية للإطمئنان بأننا لم نأكل ولم نشرب والصبح قد طلع، لأن هذه التوقيتات الموجودة توقيتات تقديرية حسابية ما معلوم واقعية لولا. لذلك فقه يقول أنتوا احتياطا ابتعدوا عن الأكل والشرب لمدة 10 دقائق، فهذا احتياط، أنت جاية شارب الدواء في وقت الاحتياط. إذا تقول سيدنا وقت الاحتياط، أنا هي تقول أنا مطمئنة بأن وقت الأذان هو الوقت الحقيقي، إذا هالشكل لا أشكال في ذلك. تقريبا معظم الناس ما مطمئنين سيدنا، يعني هو ما يعرف هاي التفاصيل. لا هو يقول له أذى، يقول سيد خال الآن طلع الفجر، يعني يعتبرون أن الأذان هو طلوع الفجر. نعم. إحنا دغدغنا بهذا الشعور قبل فترة، قلنا يا جماعة ترى هاي التوقيتات ترى تقديرية حسابية حدسية مو أنه واقعية، فشوية احتاطوا الناس صار عندهم شوشرة وش ليش شلون كذا، هاي من باب الاطمئنان ليس إلا. طيب هسه هي بالنسبة إلها وضعها شنو سيدي؟ إذا كانت تطمئن أنه وقت الأذان هو وقت اللي ارتفاع الأذان، يعني وقت الفجر هو وقت الأذان، فصومها صحيح. نفس الأخت سألت عن ما يسمى بصلاة الزهراء عليه السلام، كيفيتها نيتها. هي مو أنه ما يسمى يعني عرفا ادعاء، لا، وإنما أكو صلاة الاستغاثة بالسيدة الزهراء صلى الله عليه وسلم، وروايات موجودة في بداية مفاتيح الجنان، أكو صلاة علي بن أبي طالب، صلاة الزهراء، صلاة جعفر الطيار. هذه روايات أنه إذا إنسان أراد أن يتوسل بالله سبحانه وتعالى عن طريق أحد الأئمة أن يصلي صلاة ركعتين بكيفية معينة، بعدين تسجد بعد الصلاة، قالت شو وقت قبل الصلاة بعد الصلاة، بعد الصلاة تسجدين 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، وهي مجربة، أنا شخصيا جربته، والله سبحانه وتعالى على حال قضى حاجتنا وإن شاء الله يقضى حوائجكم جميعا. اللهم آمين. بالنسبة للنية ابنها قالها ما يصير تقولين صلاة الزهراء بالنية سيد؟ ابنها الله يحفظه يقول أنه ما يصير يقول هذه الصلاة قربة للزهراء، طبعا الزهراء عفوا الصلاة قربة لله، العبادة لله، ولكن هذه العبادة اللي نقراها ونصليها لله ثوابها للزهراء، سلام ثوابها الله. للزهراء، وتقديما وهدية للزهراء يسموها صلاة الزهراء. أحسنتم سيدنا. الأخت أم علي يعني
متزوجة وقاعدة ويا بيت أهل زوجها صار لها 23 سنة، وتشتكي كثيرا من أم زوجها وتقول يعني ما تحترمنا وما تحترم زوجي، وذكرت بعض التفاصيل. والله يا أختي الكريمة، يعني نفس الكلام اللي قلته للأخت السابقة، احنا نسمع كلام من طرف واحد يعني، والأم لما الأخ يقول لك يا الحجية تسمعنا، قلت لا لا، أصلا هذه مو يم الدين ولا يم السادة ولا يم العلماء، يعني كلامك هذا كأنما هذه أم زوجك لا عدها دين لا عدها أخلاق لا عدها مروة ولا عدها إنسانية وكل شيء ما عدها. إذا كما تقولين عفوها، إذا كما تقولين فأنت ما تعيشين مع إنسانة يعني اللي لا عدها دين لا مروة لا إنسانية ولا أخلاق ولا كذا، أنت ما عاشوا إنسان إذا كنت كما تقولين، وإحنا على كما تقولين. نعم. فعلى حال أنت خلصي نفسك من هالشكل إنسان، عفوا من هالشكل وجود، موجود هو مو إنسان. أما قد تكون عندك كراهية لها وتبالغين ولازم نسمع نشوف الطرف الآخر زوجك يقول، على حال الطرف الآخر شنو عنده، قد يكون عنده مشاكل معاكي أو أنت تسوي له مشاكل، إحنا ما نقدر واقعا. اسمحوا لي والله بالله تالله وأنا صايم أتكلم، ما أريد أن أظلم واحد هنا حتى تقول سيد شعاني صار لي كم دقيقة أتكلم أنت تكذبني، لا استغفر الله والله ما أكذبك، ولكن ما أقدر أنا من خلال كلامك أحكم على أم زوجك، ما أقدر يعني ما سامعها شلون. وهكذا يعني تقبلين إذا أم زوجك بكرة على البرنامج اتصلت هاي كنتي هتشي 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 ما خلت فيكي لا مروة ولا على حال ذمة، وهناك لما أقول إيه هاي كنتك مو خوش آدمية تعتبيني لو ما تعتبيني صح. سيدنا شلون تحكم علي أنت سمعت من أم زوجي. فلذلك اسمحونا أنه ما نقدر إحنا نجزم في قضية، ولكن أقول يا أختي الكريمة يجوز لكم أن تخرجوا من البيت، قولي يا بيجوز أن نطالب، طلعوا في بيت آخر إذا هتشي حالة من حسب تعبيرنا التعسف والأذية طلعوا مكان آخر لا إشكال في ذلك. وهي متهددكم تقول كل يوم ضلعكم، طلعوا خلصوا بعد من منا ومن هالأذية. نعم. وعلى أي حال أنت لصيرين عنصر، هاي كلمة أخوية، لصيرين عنصر مؤذي لزوجك، يعني لا تقولي ها أمك هالشكل أمك هالشكل أمك هالشكل أمك هالشكل، راعي شعوره، لأن يعني هو هم رجال عليه حال يحب أمه، راعي شعوره، أنت يا متحملي، عسى الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم بأسرع وقت. ليش بأسرع وقت؟ لأنه عليه حال الإنسان قد عليه حال يأتي الأجل فيكون هو أحد الحلول. حسنتم سيدنا. الأخ أبو سجاد كان سؤاله ما أدري هيك فهمت أنا، يسأل يقول يصير نطي زكاة الفطرة بعد شهر رمضان؟ زكاة الفطرة مو بعد شهر رمضان، زكاة الفطرة يوم العيد، زكاة الفطرة تجب عند رؤية الهلال العيد، فيجب علينا أن ندفع زكاة الفطرة ليلة العيد إلى زوال الظهر، يعني ظهر يوم العيد، لا تأخروها، لو تنطوها لو تحجزوها يعني تعزلوها. الآن تقدر تدفعها؟ نعم سيد يقول الآن تدفعوها، السيد يقول الآن تقدرون تدفعون زكاة الفطرة، عندكم فقير قل له تعال هاك هاي الزكاة روح اشتري ثوب العيد الجهار. يعني قبل العيد يصير سيد؟ بلي بلي سمح سيد عندما في مشكلة. طيب أخت أم فلاح ما كان اتصالها واضح، 3 مرات اتصلت، فاعتذارنا الشديد إلها، إن شاء الله تعاود الاتصال يوم غد ويكون اتصالها أوضح. أبو علي أيضا سأل عن قراءة القرآن وسمعت إن شاء الله الإجابة. أخي أبو علي نكرر هذا السؤال كثيرا، سأل قال نطلع مرات ويا سايق يسب الناس لما النصحة يزيد بالمسبة ويتمادى، تعليقكم سيدنا؟ اي مشكلة بعض الناس على حال تأخذه العزة بالإثم، يعني إذا واحد قال لي يا اتق الله يضوج، يا بليش أقول لك اتق الله يعني شنو أنا حشاكم ها أنا كذا، أقول لا أنت مو كذا بس اتق الله، قل لهم اتق الله شكوا بيها. بس أكو ناس ينفعلون إذا ما ذكرت له شيئا أو نصحته بشيء يعتبر نفسه هو غير على حال
مو محل النصيحة، وأنت مو جدير أن تنصحني، فيزيد في من حتى يأذيك أكثر. فإحنا في واقع الحال الأمر معروف أن المنكر واجب إذا احتملنا التأثير. إذا أنا أشوف الأخ مرتضى يقبل من عندي حكي ويتأثر بحكي، يجب أن أقول له. أما إذا أشوف من داخله هو أصلا يكرهني، يكره أقول له أنه كذا، واجب عليه. أنت على حال لا يجب عليك أن تنصح شخصا لا تؤثر فيه نصيحتك. أحسنتم سيدنا.